الغلة ساعة سنة ما ريناهيش بالكل، حدث فلا حرج عليها الغلة. ليه بصراحة ولا فما لا رقيب ولا حسيب، احنا ما جينيش للنسيسير اللي به الفايدة اللي باش ياكلوا العبد باش نخلطوا للغلة. بالنسبة للبري تاو اللي نشوف فيهم شو كوت كيلو فلفل 5000 بربي، اللي تاو باش تاكل سلطة مشوية باش تعمل شطرف شلوش باش تعمل باش تعمل كيلو كرموسة ب 16 دينار. السوق المركزي في تونس العاصمه الاسوام نتاع الخضره صيف هذه شنو هي حوالها شنو امورها؟ غاليه برشا، غاليه نورمالمون الفلفل مستنسين نعولوا منه توا وقته والكل ب 4500 وب 5000 غالي. الغله ساعه سنه ما ريناهيش بالكل، حدث فلا حرج عليها الغله هذيك قالت لهم اسكتوا. حاجات النيسيسير معناها اللي شنو علاش متسمي هو السيف؟ متسمي على شكشوكه، على المقلي، على السلطه المشويه. تو ما عادش الزويلي، احنا الزويله ما عادش نجمو حتى تعمل حتى صحين سلطه مشويه، شكون باش يزي الكيلو ب 4500 باش يحط لك كيلو؟ ليه بصراحه ولا فما لا رقيب ولا حسيب. انا هذاك اللي نخمم فيه معناها كل انسان يبيع على كيفه. انا ما ريتش لا شكون يراقب لا شكون، كل واحد يظهر لي كانه كل واحد عايش في عالمه بالحق والله. هاو اي نسبه تمشي لها كل واحد كيفاش يبيع. سنة ما فماش بالكل، غاليه 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 باش يقولوا ما فماش مطر، فما حاجات ما هي سقويه وغاليه بورتو، غاليه كل شيء غالي. انا ما ريت حتى حاجه رخيصه اللي باش ينجم المواطن العادي باش يعتمد عليها وياكلها في السيف. اش تعرف ماكله السيف حاجه خفيفه ولا ليه؟ ما فماش، ما تنجمش. هاني قلت لك ابسط الاشياء غالي برشا. ليه ليه بصراحة العبيد ما عادش خالطة بالكل 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 زيد. والغلة كل احنا ما جينيش للنسيسير اللي به الفايدة اللي باش ياكلوا العبد باش نخلطوا للغلة. الغلة هذيك ما غير ما تخزر لها، ولا الحم ولا الحوت ولا ما غير. لكن غلة الصيف العادة رخيصة تكون غلة الصيف. ويني فما هي غلة جملة ولا موجودة ولا منين الرخص جايها؟ شنو الكيلو ب 13 وب 14000؟ عمرنا ما ريناه. شنو الكرموس ب 14 وب 13000؟ وين هذا؟ حتى أبسط الأشياء كنا قبل العنب، العنب ما كانش يفوت ل 2000 3 توا 5 6000. التفاح كيف كيف ما فماش، ما فماش حتى باش الدلاع عاد قالهم اسكتوا. الدلاع ما عندكش 30 دينار، ما عندكش 25 دينار، ما تاخذش دلاعة. وإذا كان راسك راسك روحك بالبرج، والبرج شوف بقدا باش يطلع لك. هاي برج باش تاخذه باش تقسمه على عائلة كاملة بالبرج هذا، إذا كان باش يوزلك وصلنا للحالة هذيا معناها. وباش تاخذ الليعة كان فوقك 30 تقف عليه، ما فوقكش 30 غير روح. ليه ليه وما فماش لا رقيب ولا حسيب. أنا هذاك اللي موقف لي مخي، كل واحد يبيع على زي راسه وربي يكون في عون الزوالي وكها بصراحة. لا غلة لا خضرة لا لحم لا حتى شيء، خريب حتى الهواء باش يتنحانا وربي يقدر الخير وكا. اني على الغليس، اني على الغليس. ما انت تو المرأة تقضي في الدار ب 50000 فرنك. اي يقول خدام بشوية. المرأة باش تمسح في الدار ب 50000. والعامل في الهشير كنا خلطوه ب 10000 تو ب 40000. يمد اللي غليت بطبيعتها. الدنيا غليت بتبيعتها. العالم لجمع العالم وروبا تعرف الباقيت في فرنسا بقديش؟ ب 3000 فرنك. شوفهم حتى هما ب 3000 فرنك في فرنسا الباقيت ب 3000 فرنك. احنا هوني في جنة نسكن، احنا في تونس في جنة، في جنة الحمد ربي، الحمد ربي على بلادكم. قولوا يا ربي لك الحمد. شنو الأسوام في تونس؟ نعم شنو الأسوام تاع الخضرة في تويكا في تونس؟ العالم لجمع شو في تونس؟ العالم لجمع تو غلاه من الحرب اللي جات وكل المرض اللي جا والحرب تو روسيا والبلاد بسيف الدنيا غليت. الدنيا غليت تفرج تبارك الله خيرات ربي نحمد ربي. فما بلدان تو في العالم اللطف اللطف، احنا في جنة رانا وربي يعاوننا ويرضينا بما نحن. الأسوام معقولة تو؟ يا ودي معقولة؟ الناس تعرف البناية بقداش يخدم؟ بسبعين ألف بسبعين دينار. وصانع البناية أنا عندي في الدار مرمى ب 110000 في النهار. كيفاش الدنيا غليت؟ البناي ب 70 دينار والصانع ب 40 دينار، انا نعطي فيه المده هذه.
هي هذاك هاو الدنيا، الدنيا كل غليت، الدنيا غليت. كان البناء يخدم ب 10,000 فرنك 15,000 توب 70,000. والله الاسعار بالحق يعني على كل الزوالي ياسر مسكين، عنده عويله وعنده ضو وعنده ماء وعنده كرا وعنده صغار ويمرض ومساكن ومكتب ومقطع. السنه ثم يمكن 80% ما خذاوش علاش، مساكن جويعه ما عندهمش، يعني المراه والراجل يخدموا وخاصه يبدو كارين ما يخلطوش، فهمتني؟ مثلا انت وحده كيفي انا الحمد لله ما عنديش عيله، انا وراجلي ولادي يعيشوا في الخارج الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي النجم. انا مثلا انا حد كي نقضي ب 10 اورو ما نحسبهاش، كان ما كلو يقع وك الزوالي مساكن، ثم ناس مساكن ما عندهمش يباتوا يذلوا بلاش. الزويمه نتاع الخضره هل هي كيما كل صيف والا اغلى؟ لا سناء اغلى، سناء غليت بصراحه. كيلو كرموسة ب 16 دينار، انا يعني وحده كيفي انا نخزر بعيد، نحب نشري، لكن انت 16 دينار واش؟ شكون يشريه؟ عاد ماني نكمل وناخذ على الاقل رطيل ولا كيلو الحمله ونادي، صحيح ولا لا؟ هكا ولا لا؟ لكن هي بصراحه تامه، خاصه الغله، خاصه غله نار. يعني بصراحه تامه، مش نحكي معاك وش باش نقول، يعني كل شيء غالي. خاصة على الزواني، ثم ناس بيت والظل بلاش. شنو ياك اللي تغلى الصيف هذايا؟ صدقني، نازلة على الدلاع. أقسم بالله العظيم، نازلة على الدلاع، خذيت مرة مرتين عنب، كرموس خذيته مرة مرتين الكرموس، حتى بنتي جاتني من الخارج قالت لي أمي ديما دلاع. صار يا خويا الزواني ما عادش خالط. جملة، صراحة تشوف فيها كل مرة تطلع صومة. ربي قدر خير وكاو. العادة في الصيف مش تتقل السويمة متاع الخضرة، ترخص كيما الفلفل كيما البصل. ما يثم هنا تأثير العوامل المناخية متاع تونس. شوفها كيفاه. شفتها معناها السنة ما ثماش برشا كمية، ما شداش برشا كمية من أمطار. يعني خاطر الخضرة الكل والغلة تبيع تيب في وقت مش وقت. كريتها معناها كيفاش معناها؟ نورمالمون تلقاها كل خضره وتيب في وقتها، معناها تو نلقاها بكثرة معناها الشمس السنه كريتها معناها بتبيعها بشتلة الاسماء نتاعها. معناها انت تشوف تويك الاغلى نتاع الخضره حاجه عاديه. هنا ما نشوفهاش حاجه عاديه، نشوفها اخويا كل قدير وقدره، ما عادش العباد خالطه، نشوف فيها ما عادش خالطه العباد. لازم شوية تتراجع شوية الأسعار باش نحافظ على القدرة المقدرة الشرائية. وزاد أخويا نقصوا من اللهفة، العباد اللي نشوف فيها اللهفة ياسر عند اللهفة أخويا، كل حاجة ما ثماش نمشوا نلهفوا عليها ناخذوا كل شيء. يا أخويا كل واحد يا أخويا كل مواطن ياخذ طرف يخلي لخوه. القدرة الشرائية نتاع المواطن تدهورت، مع عليك ني با كابابل باش يوفي حاجيته اليومية. واحد كان يخذي الخضرة ما يخلط على الغلة، كي نخذي اللحم ما يخلط على حد شيء، هو ديجا اللحم سوبريمي من لافي نتاعنا، ما عادش تمشي تلقى كيلو لحم 50 دينار ولا ب 45 دينار. اللي عنده عائله فيها 4 بيرسون كيلو ما يعملوا شيء. اي دجاج كيف، انا ماشي باش نعملوا نظره على الحوت، ان شاء الله نخرجوا بحاجه. زعما واحد يلقى الظله نتاعو في الحوت؟ الله اعلم، ما زلت ما عرفتش البري. ما بالنسبه للبري تو نشوف فيهم شو كونت. كيلو علب ب 8,000 ووقتها معناها باش تاكلها باش على الاقل صغير كياخو منها غرضو، صحيح ولا لا؟ بري نتاعها حاجه كونفلي بصراحه. ما فماش مراقبه، ما فماش سيطره على الاسعار. تلقى الشهريه هي ستابل ما تحركتش، تلقى يوميا زيادات. صحيح الوضع الحالي معناها ما يساعدش الدوله باش ما على الاقل تخرج تعمل نقولوا احنا كونترول باش النجم الواحد ينجم يعيش. بالرسمي وليت فاتيغونت يوميا، الانسان ولا همه الوحيد كيفاش باش يطيب فطوره، كيفاش باش يفطر صغاره، خاصه الانسان كاري وعنده صغار يقراو. والله بالحق وليت مالور في تونس بالرسمي هذا الشهر. ما في بين بالك اللي يخدم نهار ويقعد 10 ايام بطا، وتعرف انت لافي كوتيديان معناها الخدمه ولات صعيب. حاط اللي باش يحل توا باش يعمل مرمى في داره ولا باش يعمل دي ترافو ولا وخر، خلي الحال على ما هو عليه. بالرسمي مربوطه ببعضها، راه تتحرك انت يتحرك اللي زوم الاخرين باش يخدموا معاك باش يتنفس، فما متنفس. نحنا عندنا توا بريسك عام
معناها الحياة اليومية ولات صعيبة 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 صعيبة، ومع كل يوم تلقى منتوج ضاع، منتوج ما فهمش. كل يوم ولا الإنسان يمشي للعطار يلقى حاجة ما فهمش، تتجبد من القايم. بار كونتر كنا نعيشوا اون بونيتا، ما كناش هكا، ما عمرنا ما صار علينا الوضع هذا. كاين كل شيء متوفر، وكاين الانسان ما عندوش حتى حاجه، ما نمشي خمم في حاجات دو لافينير ولا يومين يخمم على شنو موجود في السوق، شنو مش موجود، وشنو باش يلقاه، وشنو باش يلقاه غالي. كيلو فلفل 5000 بربي، اللي تو باش تاكل سلطه مشويه باش تعمل شطر فشلوش باش تعمل باش تعمل. كنا قبل نشرحوه الفلفل نخبوه طويل، كنا نصبروا كنا نصبروا، نعملوا الفلفل مصبر، نعملوا كل شيء. توا تجي تدخل كوجينتك تلقاها فارغه. قبل كانت المراه الحره تجبد من من داخل، معناها من اللي عندها، حتى كي ما تلقاش لبرا عندك في الداخل مخز. توا ما فهمش النهار بنهار النهار بنهار، وبالحق بليد المافيات ولت اقوى من الدوله وكا هوني موني بلوس بالحق. العاده في الصيف ديما الخضره تكون ارخص من بقيه العام. رابطه مع نص دينار، رابطه سلقه بدينار، كيلو فلفل ب 5000، اللي صار في 10000 ما يخلصش في خدم، حتى رطل رطل ما ينجمش ياخذ. نحكي ونحكي وبرطل، ما نحكيوش بالكيلو بزوز كيلو. كاين العبد يروح 3 كيلو بطاطا، يروح بزوز كيلو فلفل، يروح بزوز كيلو طماطم. تو ولا العبد يتخضر باش يقول يوصل باش يولي ياخذ زوز قرون فلفل باش يروح به. اذا كان على 5000 اللي صار في 20000 في النهار باش يعمل به؟ يجيبوا حليب، يجيبوا كيك صغار، ويجيبوا حكه طماطم ب 5000، يجيبوا خبز. انت تو اللي نهارين كي خرج الرئيس قال لي ما باش يطيب الخبز باجيتي تفضل، سينو الناس الكل كنا وقت نخرجوا الخوشه يقول لك تاخذ سميد ب 400 ولا ما فهمش.